سؤال من كرم جورجو: ماذا يقصد الرب بآية أعداء الإنسان أهل بيته؟ تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن ولا دهر الداهرين، أمين. بتشكرك أخ كرم على هذا السؤال. أعداء الإنسان أهل بيته، هذه موجودة في الكتاب المقدس ومن فم الرب يسوع المسيح، وأنه هذه كلمة حقة، ولكن ما فيني شيلة عن الجو يلي انحكت فيه هذه الآية. ونحن مش ممكن أنه نجاوب على أي منفردة عن الكونتكست تبعه. بدي لك يا ابني أنه كان يسوع المسيح عم يحكي عن الاضطهادات التي سيعانيها المسيحي، وكان عم يحكي أيضا عن الثبات في محبة الرب يسوع المسيح. وبكب هذه الآية لأنه بيعرف أنه هناك في العائلة الواحدة من يقبل فكر المسيح، وهناك من سيرفض فكر المسيح. وهذه في الحقبة الأولى المسيحية كانت واضحة أكثر بكثير من هلأ، لأنه هلأ يبدو الناس ما كثير مهتمين بقصة الله، ممكن يتعايشوا مع بعضهم ويقعدوا سنين مع بعضهم ويخلفوا من بعضهم، وأفكار مختلفة عن بعضهم فيما يختص في الله، وإذا من دين وذاك من دين آخر، وصايرة مخلوطة الشغلة، صايرة تبولة إذا بدكم، لأن الحياة الروحية تنقص عندنا بالحقيقة. يسوع المسيح عندما تجسد على هذه الأرض وأتى نورا لهذه المسكونة، في ناس اتبعت هذا الضياء وقررت أن يكون الرب يسوع المسيح هو سيد حياتها وهو المخلص لحياتها، وهناك في البيت الواحد من رفض هذه الحقيقة وأصر أن يبقى في الظلمة. والكتاب المقدس بيقول أنه الضياء أتى إلى الأرض، ولكن الناس آثروا أحبوا الظلمة أكثر من النور. ولكن هذا لا يعني أن هناك من ناس كانت مش مستنيرة، مش مصرة على أن تبقى مع المسيح يسوع، فمشان هيك بالبيت الواحد صار في خلاف، ومصدر هذا الخلاف هو يسوع ذاته. يسوع ذاته هذا الله هو مصدر هذا الخلاف، لأنه من يتبع الهدى إنما يريد أن يسير في درب الملكوت، ومن لا يتبع يسوع المسيح يضطهد هذا الذي يتبع يسوع المسيح. فمشان هيك بتلاقي بالبيت الواحد بيقدر يكون في ناس أعداء فيما يختص في موضوع خلاصهم. هين لك إياها أكثر. اليوم أنا وقت رحت إلى الدائر وحاولت أن أعيش حياة رهبانية، شفت أنه في كتير أهل كانوا يثنون يمنعوا أولادهم من الحياة الرهبانية، لدرجة أنه إذا واحد رايح باتجاه مسيرة خلاصية مع الله لكي يخلص نفسه بالحب الكامل الباذل للنفس لحتى يكون في الدير، بتشوف الأهل كيف يتخاصمون معه، بصيروا أعداء وما بالدنيا، وبصير الله هو العدو تبعهم، وبصيروا يكفروا على الله ويكفروا على الدير ويكفروا على الكنيسة. وهذه مبينة واضحة حتى تاريخنا اليوم. إذا أنهي هذه الحلقة لأقول لك أنه باليوم الأخير هيك رح يكون كمان، رح يكون الله هو هون مصدر الضياء، هناك من سيكون قابل لهذا الضياء وهناك من سيكون رافض لهذا الضياء، وبحسب موقفك من الضياء يا بتخلص وتدخل الملكوت يا بتضل برا. وبيقدر يكون هول اللي واحد من هون وواحد من هون من نفس البيت، وأكثر من هيك بيقدر يكون على نفس الفرشة قاعدين على نفس التخت رجال ومرأة، هذا يخطف في اتجاه الملكوت وذاك يرفض أن يخطف، وبيكون قرار هو مصدر لألم الكبير، خاصة المتألهي القلب بيزعلوا كتير على الناس اللي ما بدها تشوف الله. آمين. سؤال من إبراهيم: إبراهيم، لماذا لا يحق للراهب المتأهل أن يصبح مطران؟ وشكرا. أخي إبراهيم أيها الفاضل الذي أحبه جدا وأعرفه جدا، وبعرف أيضا ليش عم تسأل هالسؤال، لأنك أنت بتشوفني أني أنا رجل مزوج وأنت تطمح لي أن أكون مطرانا، وأنت قلت لي أكثر من مرة أنك بتستاهل. أنا عم أقول الواقع، أنا غبر على الطريق صدقوني نفاية، ولكن هذا الجو تبع السائل مشان هيك عم جاوب بحسب الجو. أول شيء ما كان في شيء بيمنع أنه يكون المتزوج مطران،
وأصلا الكنيسة المسيحية الأولى كان فيها كثير من المتزوجين مطارنة. وأكثر من هيك بأكد لك أنه على عصر الرسل أيضا أولئك الأساقفة يلي منسميهم المطارنة الأصليين الأولين يلي هن بالتسلسل الرسولي أعطونا هذه الوظيفة لكي تكون خادما لله فيها، كان في منهم متزوج. حتى الرسل بتعرفوا أنه كان في منهم متزوج، مش هيك؟ ولكن من القرن الرابع خامس ميلادي ارتقى الأباء أنه يكون المطران متفرغ كليا لرعيته، لأنه الإنسان المتزوج صدقوني قد ما يكون منزه وقد ما يكون مجاهد إنما هناك حاجة لكي يكون راعي لعيلته لبيته لرعيته الصغيرة، ما بيقدر يطنش وإلا بيكون أيضا خاطئ. فيعني هذا أنه نحن المتزوجين بنعرف أكثر من غيرنا كم وكم من الحاجات التي تطرق، من الهموم التي تؤثر على رعايتنا الكاملة لرعيتنا. هذا من ناحية، ولكن من ناحية تانية حتى أحكي الحقيقة، في مطارنة متألهي القلوب وكانوا متزوجين، ولكن مش بالضرورة أن كل عائلة تكون متألهة القلب والفكر. وشافت الكنيسة كمان أنه في ناس يبذلون أنفسهم في محبة المسيح، ولكن أولادهم كانوا كشت بنجية مثل ما بيقولوا، يمدوا إيدهم على أموال الوقف. فمشان هيك عم بحكي الحقيقة، شافوا الأباء أيضا وأيضا أنه بتقدر مرته لهذا المتزوج معطلة لعمله. وشافوا أكثر أنه الكتاب المقدس مع بولس الرسول بيقول أنه غير المتزوج إذا كان متأله القلب. اليوم في ناس مش متزوجين ومرتين أكثر بكثير من المتزوجين عشان ما نكون عم نحكي، ولكن غير المتزوج بيقول بولس الرسول أنه يهتم فيما لله، ولكن المتزوج يهتم فيما لزوجته ولعائلته. فرأت هالكنيسة بالخبرة، مش شغلة عقائدية منزلة، لا بالخبرة، أنه المتزوج مشغول هنا وهناك، والعازب المتأله القلب مشغول فقط في أداء تصاعدي لتأليه رعيته متفرغ كليا. وسرت هيك العادة وظلت هذه العادة موجودة حتى تاريخنا اليوم، ولكن بالقانون ليس من مانع. سؤال من نانسي جدم شماس: كلنا نعرف كم صلاة المزامير مفيدة وكم تأثيرها على الأحياء، هل ممكن أن يكون تأثيرها مفيد على المنتقلين عنا؟ نانسي بتشكر الله على وجودك، وبدي أقول لك أن الصلاة نافعة في كل وقت، وأنه نحن كلمة صلاة لوحدها يعني الصلاة، وليس فقط صلاة المزامير، كل الصلوات المكتوبة بإلهام الروح القدس، حتى اللي نابعة من قلبك بدون ما تكون مكتوبة بالروح القدس، هذه مفيدة، لأن الصلاة هي الصلة، صلة صلة بينك وبين هذا الذي تناجيه الإله، وهو حي ويسمعك. مشان هيك نحن بنقول أنه يسوع المسيح الله وإله الأحياء والأموات، لأنه ما في شيء عنده اسمه ميت مثل ما بيتابع سؤالك، لأنه بنعرف أنهم راقدين. إذن كل الصلوات نافعة والمزامير أيضا لهنا ولهناك، ولكن حتى جاوبك بدقة أكثر وحتى أعطي الموضوع حقه، هناك أسئلة أخرى بتنزل إذا الله راد الأجوبة تبعها لاحقا، مفصل فيها موضوع الصلاة من أجل الراقدين، ومفصل فيها أين يذهب الراقدون وكيف تتفاعل الكنيسة معهم، وهل صلاتنا بتفيدون هل ما بتفيدون، هل بتتغير وضعهم، هل هن في مراتب، كل هذا مفصل في 3 حلقات سجلتهم، ولكن بينزلوا بنعمة الله تباعا. أشكر السائلين 3 بهالحلقة على محبتهم، ولنكن دائما واعين أن الله موجود في كل مكان وفي كل ظرف وفي كل زمان. آمين.